صباحكم سكر، وين ما كنتوا؟ مايا الحلوة، ما راح اصور الفستان. سربرايز. اكزاكتلي. عن جد مايا ثانك يو. بيقولوا طوشتك ما هيك؟ لا انا طوشته يا برجوازي، ما طوشتيني ابدا. عن جد لبرجوازي شكرا شكرا، يعطيهم الف عافية. يعني ارسلوا الفستان وصل واخيرا الحين بجربه. هلا كنت على اعصابي، انا واثقة فيك اكيد وواثقة في لبرجوازي، بس انه على اعصابي لانه لازم اعمل كنت بروف على الفستان، بس اخيرا وصل. لا وصل وحيطلع كثير حلو ان شاء الله، فحاطلع فوق اجرب الفستان وارجع. يلا خبوك خبوك. يس. حاطلع اجرب الفستان واشوف كيف يطلع، ان شاء الله ما يحتاج اي alteration. الحماس مليون. خلينا نحط الاغراض بالسياره ونجهز عشان نطلع على الموقع. احلى شيء بالدنيا اني اصحى والاقي بنتي جيران جنبي على السرير نايمه في ديت قلبها، سمور المفروض جاي بالطياره، امي في ديت روحها بالغرفه اللي جنبي هي واختي نعومه، وطبعا من الصبح اسيل وباسل وزينه ولاتين ولارين كلهم موجودين من غير شر ابوي وخالد وزوجته هبه وواسم، ما قدروا يجوا الله يحفظهم يا رب، بس ان شاء الله المناسبات الحلوه الجايه اكثر باذن الله تعالى. لسه في ورد واصل، في احد فضولي فتح الكرت. حبيبتي رنا المقيرن، يا عمري الله يسعد قلبك حبيبي، وشكرا كثير على الورد وعلى الشوكليت. وفي بالورد المفضل عندي البيبي روز. حبيبتي رحاب كلك ذوق، الله يسعدك وين ما كنتي، عن جد شكرا شكرا حبيبي. الله يزيد الله يزيد الناس الطيبة واللي قلوبها بيضة ونقية ونواياها صافية يا رب، ويبعد اللي عكسهم تماما عني وعنكم، اللهم آمين. أسولة أول واحدة وصلت، واصلة قبلنا، ميتين من الجوع فطلبنا غدا، حناكل وبعدين نبدأ نحضر نفسنا. إخوانك ليش متأخرين؟ نشوفوا إيش قاعدين يسوون في البيت عشان كذا ما جو للحين. يقول مازن بس هي تعرضين لزيادة. مسخر. أقول خلص بسرعة وتعال أحملك. خلص وتعال عن الاستهبال. من جد. ماما بلشت تعمل شعرها وأسو لشاء لا خلصت الميك اب. المخرج العظيم الغالي أوس الشرقي وزوجته الجميلة إسراء، شكرا كثير على هديتكم وصلت، يعطيكم ألف عافية. تمنيت أنكم موجودين، بس إن شاء الله تزورون دبي بأقرب وقت وأتشرف بشوفتكم.
صدكم صدكم شو هالكشخة؟ ايه ما شاء الله عن جد I love the look ما شاء الله عليك ما شاء الله على قولة مرسم خليل ريته ما يبلى هذا اللي كانت تسأل عنه ليندا وجننتني فيه قلت للناس في واحد تسأل عنه ليندا مدام he's coming or not قلت له he's coming الله يعينك عليها إذا دخلت الحين كلامت بخير وانت بخير يا رب يعني عمر مدين وسعيد يا رب الله يسلمك اليوم ترى مو بس سنتين فرحانة الله يسعدك يا رب طبعا دكتور مجد التقيت بدكتورة ديمة جوا سبقتك سلامتك يقول طحت صحيح تعورت ما انا لما قلت لهم وين كاني شفت هاني دكتور مش قال لي دكتور مش انزلق قلت يعني على اساس هاني دكتور فنادوه ما تشوف شر وفي واحده قاعده تصورنا حبيبتي فوفا هابي بيرثدي على فكره ترى عيد ميلاد هالعقرب هذه الحلو هذا عقرب عسل الله يسعد قلبك لسه في حبايب يا اختي ذكريات ذكريات بداية الإعلام والصداقة والحب والمرمطة مرمطنا سوا وزعلنا سوا وضحكنا سوا وبكينا سوا أميرة الفضل أنت الحب القديم اللي ما في مثلك الله هربت للغرفة عشان أرتاح مين شفت؟ نانو نها عكرت لأنه ما لقيت وفجأة تقولي عندك كرت ليه أبغى أكتب لك ما نزيت أكتب لك يا حياتي قولي لي أطفي النور وأخلي شمعة عشان تأخذي راحتك وما تستحي مني وبغمض عيني
حوالي ومين نص ومين عنده حظ بسيط بس بعد العشرة. شو من الحظ رجعي؟ هنشوف في هدايا كثير لسه محضك لي. صحتين وهن على قلبكم يا رب. لؤي يا لؤي مردن بيك عن جد شكرا على أروع تنسيق أذهل الجميع البارح، الإضاءة الديكور طبعا الحين بلشوا ينزلوا كل شيء، بس شوفوا كيف الديكور الرائع اللي عمله، خلالي الأشجار بوسط الطاولات الخشب عشان نعطي إيحاء إنه إحنا جالسين بحديقة. ملالي القاعة كلها أشجار مثل ما كنت أبغى بالضبط، ما شاء الله عليك. جلونة حبيبتي بترجع السعودية الحين، جلونة حبيت عبايتك حبيبي، I love it.